بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أهلا وسهلا بكم أساتذتي الكرام في هذا المنتدى، منتدى الدراسات القرآنية الذي تمخض عن مركز دراسات القدس والعالم الإسلامي في إسطنبول. وهذا المركز الذي تأسس منذ سنة ونيف، وغاياته الأساسية الحقيقة جملة من المسائل على رأسها، ونحن الآن في منتدى الدراسات القرآنية، إعادة التأمل والنظر في آيات بني إسرائيل، وكيف يمكن أن نفهمها فهما يناسب واقع الحال الذي تعيشه هذه الأمة، لا سيما وأن تفسيرات سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كتبت جلها في عصر العزة والتمكين والنصر، وكان بالنسبة لواحد مثلا كأبي السعود، القاضي أبي السعود في إرشاد العقل السليم، بل ومن قبل الطبري مثلا إلى مرحلة يعني نهاية خواتيم الدولة العثمانية، ما كان يخطر في ذهن أحد من الذين اشتغلوا في تفسير القرآن الكريم أن هناك إفساد جديد سيكون لبني إسرائيل واحتلال جديد وأن دولة الإسلام ستتصدع. لذلك كان أهل التفسير يشيرون إلى أن الإفسادين وقعا وانتهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أن كل هذا يدفعنا إلى أن نعيد النظر ومحاولة استشراف هذا الكم الكبير من الآيات المتحدثة عن بني إسرائيل، لا سيما وأننا نظن أن ما يتجاوز ثلث القرآن الكريم عن بني إسرائيل وعن حقيقة بني إسرائيل وطبائع بني إسرائيل وصفات بني إسرائيل وما سيقوله إليه حال هذه الأمة مع بني إسرائيل. الحقيقة نحن في هذا المنتدى المبارك تشرفنا باستضافة ثلة من الأساتذة الكرام من ذوي النشاط الأكاديمي والعلمي المشتغلين بعلم التفسير بشكل مباشر وتخصصي، فضلا عن الأساتذة المباشرين لبني إسرائيل في الداخل الفلسطيني في الضفة والداخل. ونحن بفضل الله عز وجل استطعنا أن نتبارك بأن ينضم إلينا عدد من إخواننا في الداخل الفلسطيني، فضلا عن إخواننا في الضفة. أسأل الله أن يثبتهم في هذه الثغور، وهم حقيقة رأس حربة هذه الأمة. الحقيقة اسمحوا لي أساتذتي الكرام، بعد إذن الدكتور محمد الجمل وهو المستشار الأكاديمي والعلمي لمنتدى الدراسات القرآنية المتمخض عن مركز دراسات القدس والعالم الإسلامي، أن أرحب بأستاذنا الشيخ الدكتور بسام جرار صاحب الدراسات والباع في التأمل في آيات بني إسرائيل، وصاحب مجموعة من النظريات في هذا الصدد، يحدثنا في ساعة و15 دقيقة، 15 دقيقة، يحدثنا عن جديده، عن نظراته، عن تأملاته، إلى أين انتهى في تأملاته ولن ينتهي طبعا إن شاء الله، أسأل الله أن يزيد في عمره وفي علمه وأن يبارك في الله جهده، يبارك فيك. لكن إلى أين وصل وما هي نظراته لمستقبل، ما كيف يستشرف المستقبل في علاقتنا ومدافعتنا مع بني إسرائيل؟ سيدي، المطلوب من حضرتكم ما هي نظراتكم في التفسير، مما ترى أنه يستحق فعلا أن يذاع وأن ينشر للمتخصصين ليتوسعوا في بحثه ودرسه وتأمله، وأنت المجتهد في دراسات التفسير، إنه ما الحقول التي نحتاج أن نشتغل فيها في علم التفسير، ثم ما استشرافاتك لمستقبل علاقة الأمة ببني إسرائيل، وما مستقبل القضية الفلسطينية وأنت صاحب نظرية 22؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى كل ما هو خير وفلاح. طيب، هنا إذن في مجال إنه نتحدث في أمور كثيرة، لكن يبدو كان ممكن يكون في حديث حول مسائل تتعلق بتخصص الأخوة، لكن
يبدو أنه مسألة أولا النبوءة القرآنية من فواتح سورة الإسراء، ثم ما ممكن أن يلحق فيها من سور أخرى وعلى وجه الخصوص سورة الحشر، وممكن باعتبار هذه السور وما فيها من آيات تتعلق بشكل أو بآخر بواقعنا، يعني بمعنى آخر يمكن أن نستفيد من هذا من هذه الآيات كثيرا في واقعنا الحالي. ما أدري هو يعني قضية جديد أو مش جديد، إحنا تعرف في الأخوة يعني، وكان هذا إشي يعني يسرني كثير، لأنه أهل التفسير هذو خاصة الله سبحانه وتعالى اللي الله سبحانه وتعالى اختارهم يكونوا هم يعني أهل فهم كتابه وتدبره. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز بالذات في سورة الحشر: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. الآن هون في عندنا طرفين، الطرف الأول اللي هو كانوا الصحابة، وواقع الناس اليوم المسلمين ممكن يشبه واقع الصحابة. نلاحظ ما ظننتم، يعني لم يحصل الظن أنهم يخرجوا. إذن كأنه الصحابة، وهذا واقع كثير من الناس اليوم، كأنهم يعني لا يشكون لحظة أنه هذه يعني القلاع ستحمي اليهود. إذن ما ظننتم، ما حصلش الظن. لكن لما ندخل من داخل نشوف الواقع اليهود في ذاك الوقت، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، هم يظنوا أن الحصون تمنع، أنتم لا تظنوا، ما ظننتم أن يخرجوا. هذا واقع الناس اليوم لما بينظروا للواقع الدولي والواقع العربي وواقع دولة إسرائيل المفتعلة، بتصوروا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخرجوا. لكن لو دخلنا وقرأنا ما يكتب أهل الفكر عندهم وأهل الرصد اللي برصدوا الواقع، نجد أنه هم يتشككون الحقيقة في استمرار الدولة، إلى درجة وخصوصا الأخوة ممن يعيش في الداخل ويتقن العبرية، لا شك أنه يعني هم يعني قرأوا الكثير خصوصا في السنوات الأخيرة، يعني ما يسمى بمؤتمر هيرتزليا اللي هو المؤتمر اللي يعقد سنويا وتقدم فيه دراسات تتعلق بإسرائيل ووجودها، من سنوات بدأت تطرح أوراق في هذا المؤتمر اللي كان يجمع إلو كل المهتمين من اليهود وغيرهم، أصبحت تطرح أوراق إنه انتبهوا إسرائيل في احتمال أن تزول. هذا النظرة من الداخل. من الداخل عندهم لا، يعني من فترة بسيطة كتب صحفي مشهور قال أنا أنصح يعني الناس تخرج من هذا البلد. قبل كم يوم عم بقرأ لتصريح للرئيس السابق الأسبق اللي هو كارتر، هو يقول كارتر هذه ليست إسرائيل، هذه فلسطين المحتلة. في تغيرات الحقيقة عميقة على مستوى الأوروبي وعلى مستوى حتى المجتمع الأمريكي، ثم نظرة الإسرائيليين أنفسهم قديش يعني هذه الدولة يمكن أن تثبت. أستشهد بكلام لرئيس الدولة الإسرائيلي عندما جاء بوش الابن وألقى في الكنيست خطاب وهنأ إسرائيل، مش بالستين سنة اللي مضت، هنأها بالستين سنة قادمة. هذا كان لما مضى ستين سنة على 48، جاء بوش هنا اللي هو يعني 2008 وألقى خطاب في الكنيست. الآن كان وقتها بيرس رئيس الدولة، سألوا الصحفيين قالوا له ما رأيك بتهنئة بوش لنا بستين سنة قادمة، ماذا قال الحقيقة؟ والغريب إنه الصحف العربية ما أبرزت هذا التصريح من بيرس.
قال بيرس هذا إذا بقيت إسرائيل 10 سنوات، كان هذا رده. قالوا له بهنئنا بوش الابن هذا بوش ب60 سنة قادمة، قال لهم هذا إذا بقيت 10 سنين. هذا الكلام من بيرس هو نوع من الاحتجاج على الواقع وكيف السياسة ماشية، السياسة عندهم ماشية، خصوصا سيطرة ما يسمى باليمين بما فيه المتعصب وغيره والحرديم وإلى آخره. هذا الواقع الآن كان بالنسبة لبيرس مقلق، ومش فقط بيرس بل بعض الفلاسفة عندهم والمؤرخين، منهم مؤرخ كان تقريبا بلغ أكثر من 90 سنة توفي. هذا الإنسان كان مدرك أنه إسرائيل إذا بقيت بالسياسة القائمة الآن سوف لا تبقى. إذن طبعا بيرس هو النوع من الاحتجاج، كأنه يقول إذا بقيت الأمور على ما هي عليه لا أظن أنه إسرائيل تبقى 10 سنوات. إذن هو قصده يعني هذا عبارة احتجاج، وكأنه يقول لهم غيروا بدلوا وإلا، كأنه بقول لهم أنا برصد بصفتي رئيس الدولة، طبعا ليس رئيس وزراء، كان رئيس الدولة، كأنه هو بيرصد وبيعرف وين بتروح اتجاهات الدول المختلفة على ضوء المتغيرات العميقة، وخصوصا أنه أمريكا واضح إنها الآن تريد أن تخلي المنطقة، وفي عندنا دول عظمى بدأت تكون في الشرق، والعالم العربي والإسلامي زي ما بيقولوا بيضة القبان اليوم، وثم المتغيرات عميقة في هذا العالم، ولذلك الغرب بنظر لمصلحته، ثم يدرك أنه إسرائيل أصلا ما عادت هي الدولة التي يمكن أن يعتمد عليها في المنطقة كرأس جسر، أو أن يكون لها دور في ضبط المنطقة لصالح الدول التي أنشأت. وخصوصا يعني أنا أشبه إسرائيل إذا بتسمحوا لي كالتالي، أشبه إسرائيل وواقعها مع الغرب كالتالي، أنه الإنسان راح يشترى كلب من أجل أن يحرس الدار، من أجل أن يحرس الدار، فاكتشف هذا الرجل أنه في ناس بدهم يسرقوا الكلب، فأصبح يسهر الليل يحرس الكلب، فبدل ما كان الكلب هو اللي بده يحرس. وهذا واقع إسرائيل أدركه، خصوصا بعد حروب على غزة 1 2 3، غزة سقطت عسكريا، ومع ذلك يعني أمام العالم مهزلة. فإسرائيل اللي في قفزة 67 حازت على تأييد من الولايات المتحدة كاسح لأنه هذه دولة يعني لها مستقبل، الآن حتى في الولايات المتحدة الجامعات وأهل الثقافة بدأوا يقفوا من إسرائيل موقف معارض تماما. إذن في تحولات ما بدرسوها الناس، ما ظننتم أن يخرجوا، لكن هم باعتبارهم برصدوا ودارسين وعارفين مواقع أقدامهم، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. ثم في سورة الحشر نفسها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، وثم أذكر بالآية التي تستخدم كدليل على القياس، كدليل على القياس، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، قيسوا قيسوا. إذن هي الآية كما قلنا استخدمت، العبارة القرآنية الكريمة استخدمت للتدليل على حجية القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآن في المقابل كما قلنا كمثل الشيطان، إذن قضية التحالفات هي كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر إلى آخره تخلى عنه. ويبدو أنه العالم الغربي بشكل عام وعلى ضوء المتغيرات الدولية وعلى ضوء أنه المنطقة بدأت أمريكا تخليها، وبوش عفوا ترامب قبل ما ينزل عن السلطة بمدة قصيرة أتى بوزير دفاع، وزير الدفاع هذا إيش قال؟ قال إنه راح ننسحب من المنطقة، وقال الكلام التالي، قال زهقنا حروب وأنا زهقت، قال وأنا زهقت بلغته طبعا. الآن ف
فبالتالي أمريكا الآن تخلي لأنها لا تستطيع أو لا تريد أن يحصل معها كما حصل مع الاتحاد السوفيتي الشيوعي اللي كان متصلب حتى كسر. لا، هي في عندها مرونة أكثر وعارفة أنه إذا بقيت على واقعها وتدخلاتها وانتشار جيوشها وإنفاقاتها ستنهار هي. وبدأت أصلا انهيارات 2008 هي الأساس فيها، الانهيارات الاقتصادية مدركين هم. فالآن المنطقة كأنها بده يكون في فراغ، بدأ يكون في صراعات وفي تحالفات. اليهود برصدوا وجدوا أنهم مش راح يكونوا لهم دور في 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 مستقبل هذه المنطقة. وكأني أشعر بأنه لما بدأت بعض الدول تطبع وإلى آخره، أقصد يعني بدأت تظهر على حقيقتها، لأنه هذا الكلام نحن دارسينه من زمان ونعرف حقيقة مواقفهم من إسرائيل، يبدو أنه كأنه الغرب يقول يا جماعة خذوا إسرائيل أنتوا وخلصونا منها وإدمجوها عندكم، وإدمجوها عندكم. قد يفسر هذا كثير من اللي عم بيحصل الآن وليش أصبحوا واضحين في هذه القضية. وعلى كل إن الوضوح هذا الحقيقة هو من أجل أن الأمة بإذن الله سبحانه وتعالى تكون على وعي من 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 الحقيقة، بقيت مخدوعة فترة طويلة. طيب، إذا هنا أخذنا من سورة الحشر، وخصوصا أن سورة الحشر كما تلاحظون تتعلق بقضية إخراج بني النضير، وإذن إلها علاقة بالموضوع. أما فيما يتعلق بالعدد، ممكن في رمضان يعني لأنه اعتدنا إحنا في رمضان الأخوة يعني اعتادوا أنه يتوقف درس التفسير اللي هو موجود في المسجد، وهو متوقف إله سنة تقريبا نتيجة الكورونا. طبعا بتم تنزيل كل اثنين درس هو من الدروس اللي كانت في التسعينات، ونختار ما كان مناسب للواقع، مناسب للواقع يتم تنزيل هذه الدروس. الآن يكون في رمضان دائما دروس تتعلق بالجانب اللي بيهتم بالجانب العددي، تقريبا 4 أو 5 دروس تتعلق بالجانب العددي، ومنها ممكن يكون العلاقة بين سورة الإسراء وسورة الحشر من الناحية العددية في القرآن الكريم، لأن هناك طبعا علاقة قوية جدا في عالم المعاني ولها علاقة بواقع الأمة الآن. وإحنا لا ننسى إطلاقا أنه عندما نزلت سورة الإسراء 621 ميلادي، يعني قبل الهجرة بسنة، وهذا ما يكاد يكون هناك إجماع عليه أنه يعني 621 بغض النظر أنه كانت سنة أو أكثر أشهر، المهم 621 قبل الهجرة بسنة كانت نزول النبوءة التي كانت قد نزلت في التوراة سابقا، ثم أنزلها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هذه النبوءة نزلت في القرآن لأنه لا يزال جزء منها حي، يعني بمعنى آخر جزء منها كان ماضي قبل الإسلام، والجزء اللي ركز عليه كثير القرآن اللي هو وعد الآخرة، والعجيب أنه ذكره مرتين في السورة، وهذا نادر في القرآن الكريم أو حتى نادر في أي كتاب، حتى لو بدهم يكتبوا البشر كتاب. طيب، إحنا في صفحات معدودة تم الحديث عن وعد الآخرة في بداية سورة الإسراء، فما الداعي للحديث عن وعد الآخرة في نهاية السورة؟ في نهاية السورة هذا وكأنه يقول أو نفهم إنه السورة كلها منتمية، لأنه البداية تتحدث عن وعد الآخرة، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخره تم التفصيل. بالنسبة لوعد أولاهما كان الكلام سريع، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، خلصنا الآن. لكن وعد الآخرة أطال القرآن في الكلام عنه في السورة السابعة بالذات، في الآية السابعة عفوا من سورة الإسراء، ثم في نهاية السورة وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. عجيب، وعد الآخرة، ولم يرد وعد الآخرة في القرآن الكريم إلا هالمرتين، وبالتالي والكلام عن بني إسرائيل في ما فيش إطلاقا وعد الآخرة بهذا الشكل، وعد الآخرة في القرآن إلا بداية سورة الإسراء ونهاية سورة الإسراء والكلام عن بني إسرائيل. إذن هل يصح لنا
أن نفسر وعد الآخرة في نهاية السورة على خلاف ما فسرنا وعد الآخرة في بداية السورة، أرى أن هذا غير مقبول، لأنه لم ترد وعد الآخرة إلا هنا. ثم التعقيب على وعد الآخرة في نهاية السورة، ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ لاحظوا، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. تماما على فكرة كما هو التعقيب على وعد الآخرة في البداية، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وهون فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، بالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، قم آمنوا به أو لا تؤمنوا. طب آمنوا به الضمير بيرجع لوين؟ الضمير أكيد يرجع للقرآن، لكن ما احنا نعرف أنه القرآن، لكن هو سنلاحظ أنه بيرجع للقرآن الذي يذكر الوعد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن، هون إن طبعا بمعنى نعم، إن كان وعد ربنا لا مفعولا. إذن الكلام على الوعد، ولم يرد وعد مفعول في القرآن إلا 3 مرات، مرتين في هذه السورة، المرة المتعلقة بالوعد الأول كان وعده مفعولا، وهون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، والمرة الثالثة كان وعده مفعولا. بس المهم إنه إذن هون السورة كلها منتمية، السورة كلها منتمية. وأذكر إنه كان في كلام للعالم الباكستاني، سبحان الله لما نكبر في السن نبدأ ننسى الأسماء. طيب عام الباكستاني المشهور شو اسمه هو؟ طيب ولا المايك مسكر صحيح؟ طيب أبو الأعلى، أبو الأعلى المودودي، كأني قرأت له زمان مقال. العجيب إنه المقال كان يتعلق بعناصر قيام الدولة الإسلامية، عناصر قيام الدولة الإسلامية. كان المقال كله متركز على سورة الإسراء، واستفاد عناصر قيام الدولة من سورة الإسراء بين الوعدين تقريبا. إذن السورة كلها منتمية لموضوع وعد الآخرة. وثم إنه كما نلاحظ، إحنا قلنا إنه نزلت النبوءة في القرآن الكريم 621 ميلادي قبل الهجرة بسنة، ولم يكن في مكة يهود، لم يكن في مكة يهود، ولم يكن في القدس يهود. طب هو إيش عجيب هذا الكلام؟ آية واحدة حول الإسراء، ثم يدخل الآية الثانية، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، لاحظوا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ألا التركيز هون على الوصية، هاي الوصية هاي، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، ولم يكن له ولي، وبدايتها إيش؟ الوصية، كأنها الوصية اللي كان مركز عليها في التوراة عندهم، ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وهذه الوصية اللي نسيوها عبر التاريخ كله، ولذلك لما كتبوا بعض الكتاب، أظن منهم إسرائيل شاحاك، لما كتب حول الأصولية اليهودية في إسرائيل، أو عفوا لا، والاسم الكتاب غير هيك، إسرائيل شاحاك، المهم كان هو معارض على فكرة، وطلع من فلسطين، وما عجبوش يعني رجل عنده يبدو عدالة في الفهم، طلع من، مات هو إسرائيل شاحاك، هو وغيره كتبوا ما يلي، إنه قصة اضطهاد اليهود عبر التاريخ، اضطهادهم في الأمم المختلفة، بيرجع من ضمن ما بيرجع إلى
أسباب، منها أنه كانوا دائما يتحالفوا مع القوى الظالمة في المجتمعات اللي هم فيها مشان يستفيدوا من هذه القوى الظالمة، ثم لما تنقلب الشعوب وتنقلب الأوضاع تنفس الشعوب فيها في 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 اليهود. هذا ما ذكره أكثر من كاتب غربي ويهودي من أسباب اضطهاد اليهود عبر التاريخ، إنه مش ما كأنه قالوا لهم مش ظلك تقولوا إنه العالم اضطهدنا. طب لماذا اضطهدكم العالم؟ قولوا لماذا اضطهدكم العالم؟ أنتوا دائما تتحالفوا مع، ولذلك تحالفاتهم المعاصرة مع مين كمان؟ يعني وجود إسرائيل وتحالفاتها المعاصرة. طب بدأت الآن هذه الدول حتى اللي أنشأتها ممكن تتنكر لماضيها ولجرائمها اللي حصلت، وبعضها يعتذر إلى آخره. هم هذا هو التاريخ، خالفوا قول الله سبحانه وتعالى اللي كان في التوراة أصلا النصيحة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، طيب الهداية ألا تتخذوا من دوني وكيلة. بعدين آخر السورة كما قلنا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، هذا فيه على فكرة تعريض، فيه تعريض بمين اللي بيدعم إسرائيل ومين اللي أنشأها. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا على طول. لاحظوا الآية الأخيرة وقل الحمد لله، على طول سورة الكهف الحمد لله، وقل الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن. لاحظوا الآن العجيب، الآية تشبه الآية اللي عقبت عن النبوءة في بداية السورة، سورة الإسراء، عندما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. لاحظوا مش المؤمنين فقط، المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبنذر مين؟ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صحيح اللي بيؤمنوش في الآخرة كثير ناس، ولكن المعروف في كتاب اليهود اللي هم ممكن تكتبوا الآن طباعة العهد القديم بما في ما يسمونه التوراة ممكن يوصل 1500 صفحة، ليس فيه عبارة واحدة تصرح باليوم الآخر، ليس فيه عبارة واحدة تصرح باليوم الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. تشبه الحمد لله الآن سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر، هاي لاحظوا الآن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم هناك أجرا كبيرا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وبينذر مين كمان؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما هو آخر سورة الإسراء إيش؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إذن القضية كأنها الحسم هذا هو في حقيقته إيش؟ في حقيقته ما هي الذي أوجد هذول الناس اللي بيقولوا لله ولد، واللي دعم واللي لا يزال يدعم اللي قالوا ولد. لكن في النهاية كمثل الشيطان، في النهاية هم على ضوء المتغيرات، ومن يدرس حقيقة إيش اللي وراء الكواليس وإيش تحت الطاولة، لا في متغيرات عميقة، لأنه خصوصا في غير عند غير المسلمين أنت بتجد قطاعات هائلة ممن يؤمنوا بالأديان المختلفة مستعدين يبيعوا يشتروا في الدين من أجل المصالح. يعني ما نقيس على أنفسنا كمسلمين، كمسلمين وتمسكنا بالمبدأ ونفرط بالمصلحة من أجل المبدأ وإلى آخره. ففي متغيرات الحقيقة عميقة. طيب الآن من القضايا اللي متعلقة بموضوع تفسير النبوءة، وهذا سبق لفتنا الانتباه له فقط، لكن بدي أركز عليه لأنه أهل التفسير سواء كانوا من القدماء أو من المعاصرين أرى أنهم يعني ما كانوش دقيقين عندما قالوا أنه قول الله سبحانه وتعالى عبادا لنا، عبادا لنا، وقالوا أنه عبادا لنا بتعني مؤمنين. هذا كلام غير صحيح إطلاقا، عبادا لنا أنه مؤمنين هذا غير صحيح،
عبادة لنا ممكن يكونوا مؤمنين ممكن يكونوا غير مؤمنين. وخليني أدلل على وجه السريع وجه السرعة. أنت عندما تقول ولدي هذه ممكن تكون جملة كاملة وتامة وكون للندبة مثلا أو نداء ولدي ندبة أو لكن عندما تقول ولد لي هذه اللام الآن كل الآذان الآن تتجه لأنها تنتظر منك أن تصف الآن ما له ولدك ولد لي. إذن غير فرق بين أقول ولدي ممكن بنادي أو ندبة أو طيب لكن ولد لي ما تمت الجملة ننتظر ما له ولدك ولد لي ذكي ولد لي إلى آخره عبادا لنا لي بأس شديد. وإذن لماذا اللام هذه أصلا ما في غيرها في القرآن عبادا لنا هي فقط. طيب ثم إنه في صحيح مسلم لو قرأنا بالنسبة لأجوج ومأجوج في صحيح مسلم إنه ماذا قال أوحى الله سبحانه وتعالى لعيسى بن مريم شو أوحى له؟ قال له أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد عليهم. طيب مين يدخل إنه يأجوج ومأجوج مؤمنين؟ هيا لي أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد عليهم. أما إذا بدنا نأخذ من السيرة وما كتب في مثلا في طبقات ابن سعد من كلام لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في رسالته المشهورة ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا شر. المهم فرب قوم سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل. يعني لما أتوا مساخط الله إيش مين اللي تسلط عليهم في رأي عمر الخطاب؟ كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار وكانوا وعدا مفعولا. على فكرة استشهاد إذا كان يعني هذا هو طبعا منسوب إلى عمر الخطاب استشهاد وكان وعدا مفعولا هذه في الأولى. طب لماذا لم يستشهد في الثانية؟ لو كان في عصر عمر الخطاب المرة الثانية حاصلة لماذا يستشهد عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه بالحادثة الأبعد زمنا؟ لماذا لا يستشهد بالأقرب لو كان وعد الآخرة هو أقرب بيستشهد؟ أما يستشهد ويكمل الآية ويقول وكان وعدا مفعولا يقرأ الآية. طيب فهنا طبعا هذا فيما يتعلق عبادا لنا. ثم القرآن الكريم نسب لنفسه يخوف الله بعباده يا عبادي فاتقون. أنهم هذول يا عبادي الكل البشر يا عبادي. ثم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل عبادي. أما القصد بجزء البعض يعني راح في قضية اللام وبينا اللام. إذن يخوف الله بعباده يا عبادي بعدين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. وممكن يطول التدليل على أنه عبادا لنا ليس بالضرورة أنهم يكونوا أهل إيمان ولكن في المرة الأخيرة هم واضح أنهم أهل إيمان. الدليل أنه في التعقيب على النبوءة قول الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. حتى مش مجرد مؤمنين ويبشر المؤمنين. فإذا عبادا لنا ممكن تكون مؤمنين ممكن يكون غير مؤمنين لكن القرآن فقط أراد أن يبرز الصفة أولي بأس شديد أبرز هذه إن أولي بأس شديد. وطبعا ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. يعني ممكن يكون اللي بأسهم الشديد مش مسلم. المهم يعني هذه بلاش نوقف عندها طويلا لكن هي الحقيقة كثير ما يحتج علينا إنه في بعض التفسيرات إنه أنت طب ما هم دول مؤمنين لا غير صحيح. طب ما هو قال العالم الفلاني. طيب ما هو أي عالم فينا أي عالم في البشر له نظرة ومش دائما الإنسان جاهز أصلا ومش دائما. وبعدين مش كل الناس على فكرة وهذه جيد ألفت الانتباه إليها. أنا شفت بعض علمائنا يعني الموثوقين من أهل الباع الطويل في العلم الشرعي رأيتهم أحيانا لما بتعرضوا للتفسير
بيكونوا ضعفاء، خصوصا اذا طلب منهم التفسير في موقف ما فيش تحضير سابق، يعني بمعنى اخر في لقاء تلفزيوني او في كذا يسالوا عن تفسير ياتوا بالعجائب. ليش؟ بيكون متخصص بالفقه طول حياته، في عالم الفقه طول حياته، في عالم في كذا كذا، هذا الجانب عنده هو ما تخصص له، وخصوصا ايات بعينها. يعني في فرق بين ما يكون عنده اطلاله على تفسير القران ككل وبين ان يتعمق في نص بعينه ثم يفاجأ مثلا باسئله هذا اللي بفسر لك ليش قسم منهم بيرجع لما يقوله اهل التفسير. يعني انا شخصيا مثلا اذا سئلت في موضوع في التفسير انا مش باحثه، غالبا شو بعمل؟ بعطي اقوال المفسرين في الموضوع، لكن اذا كنت باحثه ومدلل عليه لا اعطي وقتها ما توصلت اليه بالدليل. هذا منهج عندما اسال اعرف ان هذه القضيه الان اللي سالت فيها انا ما بحثتها، اذا اجيب كما اجاب اهل التفسير في الموضوع. تمام، بحثتها يختلف الوضع وممكن واقدم الدليل لماذا اخذت راي العالم الفلاني او العالم الفلاني او او, أو كذا. يعني تاخذونيش مثال بسيط بدي اعطي، يعني ممكن تعرضت وممكن هذا يفيد شويه. لما بحثت موضوع استوى على العرش، الحقيقه لا وجدت انه بيقولوا اهل التفسير انه استوى لها 40 معنى، وهذا غير صحيح، ليس لها 40 معنى. وبقولوا انه من معنى استوى جلس، وهذا غير صحيح، ومن معنى استوى من معنى، وهذا غير صحيح. طب ولا ايش الصحيح اللي ممكن يدلل عليه القران؟ ايش هو الصحيح اللي يمكن؟ وقدمت في لي محاضره في الموضوع، قدمت الادله على هذا الكلام، انه استوى ليست تعني لا باي حال من الاحوال، لا تعني استولى ولا تعني جلس ولا تعني انما ايش بتعني؟ استوى بتعني كمال حال. فما بقدر اقول لك ايش معنى استوى حتى تقول لي ما هو الحال. فاذا كان الحال نضج طبخه مثلا بقول لك استوت الطبخه، هاي نضج. واذا كان خط مستقيم بقول لك استوى الخط، اذا كمال استقامه، اذا كمال استقامه استوى الخط. واذا وشو يعني بلغ اشده واستوى؟ اكتمل نضجه. طب وشو استوت على الجودي؟ اكتمل استقرارها. استوت على الجودي اكتمل استقرارها. اذا لا يمكن ان نبين معنى استوى الا ان نبين الحال، لان استوى هي معناها كمال حال ولا تعني باي حال، لا معنى استولى ولا معنى جلس ولا معنى نضج ولا الى اخره ولا استقام، ما انما كمال حال. وطبقوها على القران ونرى. استوى على سوقه اللي ورد في القران، اكتمل نضجه على سوقه. اما العلو فلا يستفاد من استوى وانما يستفاد من على، ولذلك في القران الكريم في عندنا استوى الى وفي عندنا استوى على حرف الجر الى اخره. اذا العلو لا يستفاد من استوى وانما يستفاد من على. طيب بعدنا عن موضوعنا اللي متعلق باسرائيل. طيب فهون هذه فيما يتعلق بالنبوءه، قلنا انه لم يكن في القدس يهود، ولم يكن عندما نزلت السوره، ولم يكن في مكه يهود. فالعجيب التركيز فقط ايه واحده حول الاسراء، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير، ثم وآتينا موسى الكتاب. الآن على ما يبدو في بدي أستعير كتب قال العالمية الإسلامية، وإن كنت طبعا لي مؤاخذات كثيرة على هذا الكاتب الذي كتب كثيرة، لكن أعجبني تعبيره العالمية الإسلامية، فاستعرت مش معناته شهادة للكاتب رحمه الله، هو مات لكن لنا مؤاخذات كثيرة عليه، هو صاحب هذا التعبير العالمية. فيبدو أنه الإسلام عالميتين قبل نهاية الزمان،
عالميتين قبل نهاية الزمان، العالمية الأولى بفتح مكة والعالمية الثانية بفتح القدس. فسبحان الذي أسرى، هاي تلخيص كأنه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فإذا هو عالميتين، يبدو أنه إحنا الآن في مشارف العالمية الإسلامية الثانية، اللي حصل فراغ، حصل فراغ بعد سقوط الخلافة، وإن كانت الخلافة في مرحلة أصبحت رمز أكثر منها واقع، ولكن العالم الإسلامي ضج لما سقطت الخلافة، لأنه كانوا حريصين على بقاء الخلافة حتى لو كانت مجرد شكل ورمز، إنما سقطت فأصبح فراغ. هذا القرن الذي مضى وضاعت البشرية، مش ضاعت الأمة، ضاعت البشرية أيضا، وفقدت الأمة أيضا بوصلتها، ولكن الآن هي تعود الروح للأمة، الأمة بتعود لحضارتها على فكرة بشكل قوي جدا، مع أنه في تحديات هائلة. مع التحديات الهائلة وترجع الأمة، هذه معجزة. هي المعجزة مش فقط حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والمعجزة عم تحصل في عصرنا الآن، في عصرنا الآن لما بتنظر، لأنه احنا عايشنا الفترة اللي كانت الناس تتشكك. يعني كان مثلا من 10 محاضرات تطلب مني ألقيها في مكان هنا وهناك، 9 من 10 إثبات وجود الخالق. شو في اليوم واحد بيستحي أو حدا بيجرؤ يقولوا لنا تعال أعطينا في إثبات وجود الخالق؟ ما بيحصلش اليوم، ما بيحصلش. طيب ولا شو اللي في الإنترنت هذا؟ بعض الآن هذا الإنترنت سوق بيبيع فيه كل واحد، ويعني سواء بضاعة فاسدة ولا بضاعة رائجة إلى آخره، هذا كلام ثاني. لكن الناس في غالبية العظمى في الجانب الإيماني بالدرجة الأولى هناك كاسح، ولكن الجانب عادي، إحنا قضية دائما نزن الناس بميزان الذهب في جانب التطبيقي، ممكن طبعا تكون درجات الناس، وهذا هذا يكون في كل العصور درجات، ولكن الحمد لله الفكرة الإسلامية الفكرة الأقوى دائما، وهي المهيمنة. إذا يبدو نحن الآن في بداية العالمية الإسلامية الثانية، اللي العالم كله يبدو أنه حتى لما بدوا يتكلموا عن العولمة، وكثير من الناس خاف من العولمة، بس شخصيا قلت إيش يخافوا من العولمة؟ عندنا الآن أكثر من 2 مليار، على فكرة أنا من قبل 6-7 سنين عملت إحصائية للمسلمين في العالم وجدتهم أكثر من 2 مليار، فالآن 2 مليار من المسلمين، وصار في تعليم وصار في ثقافة وعلماء وبتكون لغات شتى. طيب هذه المعركة لما تعولم وسائل الاتصال والتفاصيل، هذه المعركة المسلمين غالبا اللي ممكن ينجحوا فيها في النهاية. ليش؟ لأنه المسلم دوافعه معروفة، من وين دوافعه، غير أن دوافعه غالبا اقتصادية وإلى آخره، بتجد الحماسة موجودة عند المسلم ويستعد يضحي بماله وبجهده من أجل نشر الفكرة بين الأمم. لذلك ثم انفتحت الأمم، ثم ما عادش في القوى التي تسيطر على وسائل الإعلام، بدأت الآن تكون ضعيفة. فالآن تلاحظ أنه شخص واحد بتغيب عنه، عن كاسيتو زي ما يقولوا أو ما نشره، يعني عفوا، بتغيب عنه 2 يوم تجده بحوز على 1 مليون و2 مليون. طيب في فضائيات عربية تجد فضائية من الفضائيات قبل فترة بسيطة، على فكرة هذه الفضائية عملت مباشر، كانوا اللي داخلين عليها ما أدري 18 ولا كم، 18 شخص، تمام؟ لكن تعال لأي شخص من المشهورين اليوم من الدعاة، طبعا الدعاء وغير الدعاء، ما هي معركة وقائمة، لكن في النهاية تحسم، في النهاية تحسم، لأنه في النهاية الحق ما هو المعنى، الحق ما هو واضح، إنه الحق فيه ثبات واستقرار، من معاني الحق طبعا الثبات. فالآن إذا في النهاية هو الذي يثبت. فهي، لكن هي واضح إنه فلسطين حيث تحسم المعارك في فلسطين تنعكس عالميا، ولذلك ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، مش للمسلمين،
مش للمسلمين، باركنا فيها للعالمين، للعالمين. فما يحصل فيها من أحداث له انعكاسات دولية عالمية. لذلك لما حسمت المعارك مثلا في حطين، ادرسوا الغرب سوف تجدوا نهاية الحروب الصليبية هنا عندنا هي بداية النهضة الغربية، لأنهم رجعوا بتجربة ثرة أسرية من خلال اختلاطهم بالمسلمين قرنين من الزمان. طيب، وبالتالي حتى هزيمتهم في فلسطين بركة. نابليون حاول، استقر في مصر فترة طويلة هو وجيشه، لما جاء هنا أقل من 4 أشهر كان منتهي، وانتهى في أوروبا، وانتهى في أوروبا، وانتهى من مصر. فهون نرجع لقبل مسألة المغول، أو بعد يعني بعد صلاح الدين المغول، ولاحظوا قضية الحسم المعركة في فلسطين وانعكاساتها عالمية، وإسلام المغول وإقامتهم إمبراطوريات إسلامية خصوصا في الهند، إمبراطورية الإسلامية المغولية اللي تقريبا تقدر تقول انتهت 1700 وكذا على يد بريطانيا. المهم وجد فيهم خلفاء كأنهم عمر بن عبد العزيز إلى آخره. فهو الله سبحانه وتعالى يريد أن يرحم البشرية. فالآن العالم كله يركز على هذه المنطقة ودائما تحت الرقابة. فإذا حسمت مع الفكر الصهيوني هنا في فلسطين، سوف ينتبه العالم ما هي هذه الفكرة، إيش هاي الفكرة اللي كانت هي عصمة لأصحابها، واللي إطلاقا مع ضعفهم ما تنازلوا حتى في النهاية قدروا إنهم يوجدوا حل، وحل للبشرية. فبالتالي هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى إنه كان الصراع هون في الأرض المقدسة المباركة. وإيش مقدسة أصلا؟ هي إيش مقدسة أصلا؟ المقدسة هي القدس أو القدس، سواء بالسكون أو بالضم، القدس أو القدس والطهر، الطهر. فهي الأرض المطهرة. إيش يعني؟ يعني لا يتجذر فيها باطل، جذور الباطل سطحية، جذور الباطل عاصفة معتدلة تقلعها، جذورها ملهاش تجذر. إذن هذه الأرض المقدسة التي كلما لابسها دمس قدست، يعني طهرت. طيب، هذا قانون، هذا قانون من قوانين الأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، هي الوحيدة على فكرة، هي الوادي المقدس طوى، وهو أصلا الوادي المقدس طوى بالنسبة للأرض المباركة على فكرة، اللي هي يغلب أن تكون من النيل إلى الفرات، حتى المقدس الواد هو ضمن من النيل إلى الفرات الأرض المباركة. المقدسة واضح أنه من البحر إلى النهر، هذا شمال، أقصد شرق غرب، أما شمال جنوب هذه بدها تحديد أكثر، شمال جنوب، أما شرق غرب محددة الأرض المقدسة. أما المباركة فيغلب من الأدلة أنه هي من النيل إلى الفرات. مباركة أيضا، البركة يعني هي أيضا فيها معنى الاستقرار، استقرار، لأنه لما أقول بركة مثلا أو أقول بركة البعير فيه معنى استقرار استقرار. وهي مش فقط إذن الخير المتنامي، مش النمو في الاتجاه الإيجابي، مش فقط النمو في الاتجاه الإيجابي، بل القانون المستقر للنمو الإيجابي. إذن قانون مستقر في فلسطين، اللي بوركت في القرآن الكريم 5 مرات وقدست مرة، بوركت 5 مرات وقدست مرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير إلى آخره. القرى التي باركنا، القرى طبعا هنا اللي هي كما تعرفون المجتمعات. ولذلك أنا بفضل دائما أفسر للناس كلمة قرى مشان يكون قريب لأذانهم. القرية هي الجمعة، والقرى هي المجتمعات. القرية هي الجمعة، والقرى هي المجتمعات. حتى عندما تجتمع البيوت يمكن إطلاق عليها قرية، والاجتماع الناس أيضا في مكان واستقرارهم فيه
برضو هي قرية، سواء كان الناس أو كان المكان الاجتماع، فهي إذن كلها بتدور المعاني حول الاجتماع. إذن هو القرى اللي هي المجتمعات، القرى اللي هي المجتمعات. إذن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وإلى آخره. الآيات التي تعرفونها خمس آيات تقريبا كانت واضحة في بركة فلسطين، وقدست مرة في قول يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. هنا طالما ذكرت الآية هاي، الغريب إننا نجد أحيانا بعض الناس يعتذرون في قضية يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فيقولون هذا في بالنسبة للجيل الصالح. هو الحقيقة المسألة ببساطة، أنا عندما أقول ادفع المبلغ الذي طلب منك، شو بتفهم طلب منه؟ يعني ادفعه، اكتب الدرس الذي طلب منك، طلب منك، قلت للتلميذ أنا اكتب الدرس الذي طلب منك، شو معنى طلب منك؟ يعني أن تكتب. إذا مفهوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لكم، لا، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله إيش؟ معناته أن تدخلوها. هو إذا كتب أن تدخل، لابد أن يدخلوا، ودخلوا بعد ما تاهوا. إذا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لحظة، كتب الله لكم إيش؟ أن تدخلوها. إذا ليش إحنا منلف ومندور؟ وهي واضحة في لغة ما بدها لا أخذ ولا رد، كما قلت ادفع المبلغ الذي طلب منك، بفهم على طول إنه طلب منك دفعه. اكتب الدرس الذي طلب منك، بفهم على طول كتابته. ادخلوا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أن تدخلوها. وين الإشكال؟ دخلوها. أما وكذلك بيفهموا سبحانه، يا سبحان الله، يبيفهموا قضية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. عجيبة هذه، بفهموها آية مدح وهي آية ذم، وقد تكون من أكثر الآيات ذما لليهود في القرآن الكريم. يا بني إسرائيل اذكروا، لأنه صار في لحظة من اللحظات على فكرة كل من هو يهودي من بني إسرائيل، بعدين لا، دخلت أمم مختلفة في اليهودية ودخل في الإسلام الغالبية العظمى من بني إسرائيل، هذا موضوع ثاني الآن، لكن كان في يوم من الأيام من هو بني إسرائيل يعني هو يهودي. فهون الآن يا بني إسرائيل اذكروا، يعني يا خوانا اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، طيب، وأني فضلتكم. هون بخلطوا بين الفضل الأفضلية والخيرية، بخلطوا بين الأفضلية والخيرية. قول الله سبحانه وتعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. طيب لما تكون مفضل أنت علي في الرزق لا يكون أنت خير مني، لما تكون مفضل علي بالمال أنت خير مني، مفضل علي بالقوة خير مني، لأن الفضل هو زيادة، الزيادة زيادة، زيادة في المال، زيادة في القوة، زيادة في السلطان، زيادة في جمال الصوت، زيادة في جمال الصورة، فضل. وحتى لما نقول فضلات لأنها تزيد، إذن الفضل هو الزيادة. ولذلك في القرن العشرين الأمة التي كانت مفضلة بالقوة أمريكا، لكن من قال إنها هي خيرة؟ هي مفضلة بالقوة لكن من قال إنها خير؟ ولذلك عندما قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، سبحانه وتعالى لو قال كنتم أفضل لقالوا يا رب أفضل بماذا؟ أفضل بماذا؟ والأفضلية ما بتعني خيرية إلا لما تكون أفضلية التقوى، لما تكون أفضلية التقوى تكون خيرية، وإلا لا. فلما قال لهم اذكروا يا خوانا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، طب بإيش فضلهم؟ ولاحظوا أنه هذه الآية كررت في سورة البقرة مرتين، وبدي تنتبهوا للمسألة التالية، كررت في سورة البقرة مرتين، المرة ورد كررها، شيء عجيب. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وذكر 15 نعمة، وإذ وإذ وإذ. إذا ليش إحنا نقعد نفسر؟ ما هي السياق؟
إذا ما بأخذ السياق أنا بكون محرف، عم بقول لهم اذكروا وبذكرهم وعذ 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 15، ثم يعود بعد ما ينتهي من 15 تذكير مثلا وعذ استسقى موسى وعذ قلتم يا موسى وعذ وعذ وعذ. إحنا بحاجة نجيب من عندنا ما هي في القرآن واضح، اذكروا إذ اذكروا إذ اذكروا إذ اذكروا إذ 15. هال 15 اللي هو فضلهم فيها وبما فيها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في أم بعثت من بعد موتها، إيش هذا؟ هذا تفضيل في هذا الجانب. طيب هذا بيزيد مسؤوليته وبيجعله هو مدان لما بتنكر لكل هالنعم. ولذلك كأنه بيقول لهم يا خوانا يا خوانا اذكروا. طيب بعدين ثم لما قال في المرة الثانية يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، بذكر أربعة. هذه الأربعة برجعها لأيام إبراهيم، يعني في الأول كله في عهد موسى، لكن لما بكرر الآية اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين برجع لتذكيرهم بما كان قبل موسى اللي هو إبراهيم عليه السلام. هي 19 تذكير. إذن بحاجة إحنا نفسر من عندنا والآيات واضحة، ودائما لابد أن نأخذ السياق سواء كان متعلق بالسباق أو متعلق باللحاق. السياق دائما بده يكون مأخوذ في موضوع التفسير. فهذا إذن يعني ما أدري وقتي كيف يا شيخ؟ أخونا الشيخ سيدي معك 7 دقائق. نعم، هنا طالما صرنا ذاكرين موسى عليه السلام وسورة البقرة خلينا في موضوع، مع أنه تعدنا أنتم دائما بدكم إسرائيل. إسرائيل هي وسيلة من الوسائل، وزوالها كما قلنا هي من أجل انتشار الإسلام كفكرة في العالم كله واقتحامه فيما يسمى بالعالمية الإسلامية الثانية، الأولى بفتح مكة، الثانية بفتح القدس بإذن الله سبحانه وتعالى. أما موضوع 2022 والتفاصيل هاي كلها، هو الناس في هذه المسألة طبعا جيد أن ألفت الانتباه أنه أنا في موضوع الإعجاز العددي، أول كتاب كتبته سنة 1990، ولا شك أنه البدايات بتكون شوية فيها بعض الأشياء، وفعلا لكن الحمد لله هي كانت أشياء بسيطة في البدايات الأولى، ولذلك لم أعد أنشر الكتاب اللي في 90 في صفحتي على الإنترنت، الصفحة مش منشور الكتاب الأول، مع أنه ممكن يعاد النظر فيه. ثم تطورت الدراسات وصار فيه استدراكات، لأنه كما قلنا أي علم ناضج بداية بتكون يعني مش واضح تماما، أي خصوصا عندما نأخذ عن غيرنا. أنا أخذت دروس قوية أنه حصل في بعض الحالات في موضوع العدد بالذات، بعض الحالات القليلة اعتمدت على إحصاءات غيري وعلى دراسات غيري، فكانت هنا السقطات لأنه غالبا أستخدم وسائل دقيقة من أجل أن لا يكون هناك مؤاخذة في موضوع العدد والتفاصيل هاي كلها إطلاقا. لكن أنتم بمعنى آخر لما أخذ أي واحد بدي أخذ منه أخضع بحثه للدراسة بعدين أتبنى ما أتبنى، أقول فلان قال هيك وهذا صحيح. يعني هاي برضو درس على فكرة، إنه مش لا يكفي أن نعزو مرات، خصوصا لما يتعلق القرآن بالأمر بالقرآن. تصوروا في بعض الدروس أنا بيّنت إنه في أخ من إخواننا من المحترمين وأنا يعني بسمع له بحترمه، بيقول في يوم من الأيام بسمعه بيقول أينما ورد الخير في القرآن فهو المال، أينما ورد الخير في القرآن فهو المال. الله أكبر، رحت استقرأت الموضوع وجدت بجزء 171 كلمة، مش ضرورة الدقيقة الآن مش تقولوا لي غلطت. فالمهم قلت بدي أستقرأ،
قلت في الدرس 171 ولا مرة مال. هو بيقول ما في مرة إلا فيها المال، ولا مرة المال، ولكن بدي أقول في أربعة بتحتمل. شو أربعة من 170؟ شو أربعة من 170 بتحتمل المال؟ تيجي تقول أينما ورد المال وأنت إنسان عالم كبير؟ وقال قتادة، إيش قال قتادة والقرآن موجود؟ هذه بدها قال قتادة لما بتكون إحصائية في القرآن؟ شو علاقة قال قتادة بإحصائية عددية؟ بتقول أينما ورد قال قتادة أينما ورد الخير فهو المال. طيب ارجع للقرآن وشوف لي إنه أينما ورد، لا ما وردش ولا مرة المال. أقول لك إيه، ممكن أربعة أجادل فيهن، ممكن أربعة منهن من 170 أجادل فيهن. فهنا في قضية سورة البقرة كان في ملحظ للأستاذ السامرائي قديم في أول كتبه، إنه لاحظوا الآن ملحظ للسامرائي في كتبه إنه سورة البقرة بتتحدث عن بني إسرائيل في آيات مطولة، وسورة الأعراف، فهو شو لفت انتباهه؟ شو لاحظها؟ لفت انتباهه قضية، لكن هذه القضية اللي لفتت انتباهه وتحدث فيها وهو يقارن بين الألفاظ، مثلا وإذ استسقى موسى لقومه، طيب وفي الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، طيب مثلا وسنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين، طيب مثلا وإذ قيل لهم اسكنوا وإذ قلنا لهم ادخلوا، المقارنة بين البقرة وإيش والأعراف. وكان في كلام جميل في التفريق، لكن شو ناقصه؟ كان شو ناقص الكلام كله عبين ما يركب مظبوط؟ إنه أولا سورة البقرة مدنية، سورة الأعراف مكية، سورة الأعراف تتحدث عن اليهود وما كانش في تحديات في مكة من قبل اليهود. سورة اللحظة، سورة البقرة في المدينة وكان التحدي قائم. إذن بدنا نضع القاعدة التالية ولما نطبقها في كلام السامرائي كله تمام. وبالتالي فيش تكرار، فيش تكرار في القرآن. اللي بظنه إنه في تكرار، ما فيش تكرار إطلاقاً. وخليني بلكي أختم في موضوع التكرار بعد ما أعطي الصورة الآن. إنه لما ننظر في الصورة المكية نجد في صراع، عفواً المدنية، في صراع مع اليهود وفي تحديات وفي مؤامرات اليهود وأتباعهم من المنافقين. وبالتالي هنا في سورة البقرة بده يبرز النعمة في أجل صورها، من أجل أن يدينهم كونهم هم بده يدينهم. يعني واحدة ترملت وما رضيتش تتزوج مشان تربي ابنها، ما تزوجتش مشان تربي ابنها، فلما اغتنى حطها في القبو وسكن هو فوق في النار، فجمعت الناس في الحارة قال وقدامهم قالت له ولك مش أنا اللي عملت، وأنا 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 اذكر يا خائن. هذا بتكون عم تمدح فيه، لا يكون تذكر فيه لما تذكره. فهون في البقرة بده يخلي النعمة يعني بارزة أكثر، ومن ضمن النعمة بارزة أكثر إنه لما بيعاقب بيكون العقوبة أخف مشان يبين الخيانة. وفي الأعراف بتكون النعمة مقارنة بالبقرة أقل والعقوبة أشد. فبالتالي تكون إذن بده يبرز النعمة في البقرة من أجل أن يدين، وفي الأعراف ما كانش في صراع. لما تأخذ هذه الصورة بصير كلام السامرائي راكب تماما. شيء جميل إنه ليش قال هون وسنزيد المحسنين وهون قال سنزيد؟ ليش؟ وإذ قيل لهم في الأعراف قيل لهم اسكنوا، لا هناك وإذ قلنا لهم، وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا، قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا. حتى قضية رغدة موجودة هون مش موجودة هون، تبعوها
شيء جميل جدا، لكن على ضوء ايش؟ على ضوء انه ليش البقره وليش الاعراف؟ اختم لانه اكيد السبعه صاروا ثمانيه بجوز ولا كيف؟ تمام سيدي، كمان نعطيك اربع دقائق ان شئت. في موضوع التكرار، هو الكون، كون الله سبحانه وتعالى المخلوق مبني على التكرار. نشوف الكت، لو جينا قلنا حديد، نحاس، ذهب، ايش الفرق بينهم؟ الفرق اكتشفنا الان عدد بروتونات، الكترونات، نيوترونات. اذا كل شيء حولنا بروتون، الكترون، نيوترون. بعض الناس ممكن يقول لك بوزيترون، وايش مش قضيه هذه، المهم نفهم المبدا. كل شيء بروتون، الكترون، نيوترون، نعم. وفي النهايه على فكره كل شيء طاقه، لما نفجرها كلها طاقه. طيب بروتون، الكترون، نيوترون، بتكرار البروتونات والنيوترونات ويتبعها الالكترونات بصير هذا اسمه حديد، وهذا اسمه، وصفته مختلفه، شكله بيختلف، لونه بيختلف، تفاصيل. اذا من قال انه هذا تكرار؟ لكن جوهر الكون تكرار، جوهر الكون تكرار. هذا هو خلق الله، كله تكرار لثلاث شغلات، بروتون، الكترون، نيوترون. فلما يجي يقولوا لي انه في تكرار في القصص القراني، كيف تكرار؟ ليش هذه هي اعطت مثل هاي، اعطت مثل هاي، اعطت مثل هاي؟ ليش الفضه زي الحديد زي النحاس؟ مش صحيح، ولكنه قانون كوني. فشيء طبيعي انه ما يندهشوا لما يجدوا القران يكرر، وهذا لا نجده في اي كتاب بشري. القران لما تطبعه طباعه عاديه كل 260 كلمه في صفحه بيطلع 300 صفحه، 300 صفحه بتذكر فيه قصه موسى كثير. شو القصه؟ ايوه، لانه هو كتاب في منهجيه التفكير، كتاب يعلمنا كيف نفكر، كيف نفكر. وبالتالي اليوم الناس بدات تتعامل معاه ككتاب تفكير في منهجيه التفكير، بعد ما انه ناموا قرون من التخلف، ولما ناموا قرون تركوا القران اصلا. لكن اللي ببشرك اليوم عوده الناس للقران. بارك الله فيكم وحفظكم الله، شكرا لكم. أستاذنا الكريم الشيخ المبارك بسام جرار، جزاك الله خير على هذه يعني الإفاضة والإطلالات اللطيفة جدا التي طوفت بنا فيها يعني في بساتين وحقول حقيقة يعني مترامية هنا وهناك، وكان مركزها يعني قضية واحدة وهي بني إسرائيل. الشكر كل الشكر لك أستاذنا الكريم، حفظكم الله. أنا سأعطي الميكروفون، اسمحوا لي، لشيخنا شيخ أحمد شكري يتفضل يعقب وحين ينتهي من هاتفه، وإذا هاتفه مطول. أهلا سيدي، تفضل سيدي. جاءتني مكالمة قبل قليل. نعم، حقيقة عن دقائق هكذا. أشكر أستاذنا الفاضل الشيخ بسام، حقيقة طوفت بنا تطوافا جميلا، وأنا كنت أترقب أن أسمع كلاما في غاية العمق والجودة كدأبكم، وحقيقة أتابعكم أنا في الفيديوهات التي تنشر، وما شاء الله لامعة ومتميزة، وبارك الله فيك وحفظك الله. وأنا أعد نفسي فعلا من تلاميذك يعني الحريصين على المتابعة. أنت عفوا، أنت من الذين تقدموا بنقد موضوعي العددي. ولذلك يعني تحترم على الله يكرمك. لما صدر بحثي حقيقة، وأنا في بحثي عن الإعجاز العددي، وفي الدكتور فاتح أيضا كان عمل بحثا عن الإعجاز العددي، الوحيد الذي امتدحته هو الدكتور بسام، لأنه فعلا كان في بحوثه. الآخرون معظمهم ليسوا متخصصين، وهذه من الإشكالات التي تفضلتم بها قبل قليل. وعموما بعدها شيخنا يعني اتصل بي هاتفيا لمدة ساعة تقريبا، وهو يبين لي بعض الأمور. أنا أكبرت هذا فيكم يعني كثيرا حقيقة، الله يحفظكم. كان في يعني أنا كان عندي أيضا في مسألة مثل عباد لنا، هل هم من المسلمين أو غير المسلمين، هل هي ألف الرفعة كما قال أستاذنا الدكتور صلاح الخالدي أو غيرها. يعني أنا دائما أقول الكون مبني على التنوع، والعلم مبني على التنوع أيضا، واختلاف الآراء والاجتهادات شيء جميل 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 جدا. يعني لفتت مثلا، أنتم أضلتم عبادي هؤلاء مثلا، تلفت النظر إلى أن عباد يمكن أن تكون أيضا في غير مقام المدح. صحيح في وعباد الرحمن، صحيح في وما ربك بظلام للعبيد التي هي في مقام العموم مثلا، ولكن في النتيجة والمحصلة
كلام الله يعني سبحان الله العظيم كما قال فإنه حمال أوجه، يعني أنت تستطيع أن تقيم على ما تقول من رأي دليلا جميلا من خلال الآيات فقط. يعني ممكن نترك مثلا الأحاديث قد تروى بالمعنى، أحداث السيرة قد يرويها أناس ليسوا مثلا من غاية الصحة، ولكن القرآن الكريم هو الكلام المعجز، ومن هذا الكلام نعمل المقارنات. كما تفضلتم عن الخير مثلا، الخير ورد في القرآن الكريم في كثير من المرات ليس بمعنى المال، في مواضع محدودة أو معدودة يمكن أن يكون بمعنى المال. فكرة النقل أن يكون بتوثق، و فعلا هذه حقيقة يعني نقطة جميلة جدا وجيدة، ينبغي على فعلا إذا أردنا أن أحد أن نتوثق كما تفضلتم. أنا كان عندي سؤال حقيقة، وهو بتقديركم السيناريو ما يمكن أن يحصل في فلسطين خلال السنتين القادمتين مثلا، هل في ذهنكم شيء في هذا؟ وجزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا بالأستاذ، حفظكم الله. هو الحقيقة يعني أنا بتصور إنه هذه السنة اللي هي 2021 ممكن تكون هي سنة الوضوح، وضوح كيف متجهة الأمور. راح يكون في تحالفات في المنطقة الآن هي تحت السطح، راح تكون فوق السطح. اليهود للذي يرصد بالنسبة للمفكرين عندهم هم في خوف شديد، لأنهم هم بيلمسوا أنه في متغيرات عميقة. وخليني أعطي مثال واحد، سنة 2017 كان نتنياهو يجلس مع رئيس وزراء دولة أوروبية من الاتحاد الأوروبي، وكان قدامهم ميكروفون اللي بودع الصحافة، وكان هذا الميكروفون مغلق، قصدي هم بظنوا أنه مغلق وكان مفتوح، والصحفيين مهم زي اللصوص، زي مش لصوص زي بكونوا يتسقطوا. وإذا بنتنياهو بيشكي للرئيس وزراء الأوروبي هذا لماذا أوروبا تعادي إسرائيل. طب الناس فاهمي غير هيك، الناس فاهمي غير هيك، لماذا أوروبا تعادي إسرائيل؟ هي أوروبا بتعادي إسرائيل؟ هاي واحد. وإذا بتذكروا المرأة اللي كانت في حدود 90 كانت ناطقة بلسان البيت الأبيض، الناطقة صحفية، وصل فيها الأمر لوسائل الإعلام تقول أي لا إيش إسرائيل موجودة أصلا. طبعا طلبوا منها إنها تعتذر فاعتذرت ثم استقالت، لأنه أنت ناطقة باسمنا مش تقولي وجهة نظرك، مش الإشي اللي بنحكيه من تحت السطح تروحي تطلعيه، لا وقته بيطلع. ما هي دير بالكم مش كل شيء بيعلنوه. وعندنا أمثلة كثير لهالكلام. كيري لما كان يروح يجي ويعطي تصريحات، في يوم الأيام كان في تسريب له يستهزئ بإسرائيل. في متغيرات عميقة هم بيعرفوها. فهو الحقيقة في تغيرات في المنطقة راح تتضح في هذه السنة، سنة 2021، وتتضح التحالفات والبيعات والشروات، لأنه الدول والساسة بالذات أكثر ناس بيعرفوا يبيعوا ويشتروا. وإسرائيل فقدت أهميتها بالنسبة للعالم الغربي وصارت عبء، وصارت عبء. ولذلك هذا بفسر أنه الصحفي اللي من مدة بسيطة وإخواننا في الداخل بيعرفوا لما قال أنا بنصح الناس تطلع من هالبلد، لأنهم بيشعروا جوا، وإخواننا اللي من الداخل يعني بقدروا يعطونا أمثلة كثيرة على هذه المسألة. فأنا بتصور إنه المسألة راح تكون هي بيع وشروة كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر اللي قلناها. ولكن إذا بده يحصل في 2022 بعد الشهر الثالث، إذا بيحصل غالبا راح تكون اتفاقيات دولية وخذلان غربي لإسرائيل، وخذلان غربي لإسرائيل. يعني هذا باختصار. جزاك الله خيرا أستاذنا بسام ودكتورنا الكريم دكتور أحمد شكري. الحقيقة إخواني الكرام كلكم عزيز وغالي، لذلك أنا سأحرص على أن أنصف، فسيعطى لكل أخ دقيقة ونصف تقريبا، العدد كبير ما شاء الله والوقت ليس بالكبير. فإذن لي
أن أستسمحكم جميعاً وأقدم الدكتور محمد الجمل، لأنه هو المستشار الأكاديمي لمنتدى الدراسات القرآنية، فليتفضل حبيبنا الدكتور محمد الجمل. إن جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم، وكل الشكر والتقدير لأستاذنا دكتور بسام، أتحفنا كما تفضل الدكتور أحمد بهذه اللفتات المتنوعة. ويبدو أن الدكتور بسام يعني في جعبته الكثير طبعا، لذلك اختار من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني فرصة أمام أهل التفسير أن يعني يعطي لفتات سريعة، وكل لفتة منها أعتقد تحتاج إلى وقفات طويلة. أنا عندي ملحوظتان سريعتان وسؤال إذا سمحتم. في بحثنا احنا كتبنا بحثا، معنا الدكتور منصور مشترك معنا في البحث والدكتور محمد رضا، نشرنا بحثا عنوانه آراء المفسرين في إفسادتي بني إسرائيل من خلال سورة الإسراء، وناقشنا كثير من الآراء ومنها رأي الشيخ الشعراوي في عباد وعبيد، ويعني وضحنا هذه المسألة في هذا البحث، وأيضا عرضنا لرأي الدكتور بسام بارك الله فيه، وإن كنا نحن نخالف في ذلك، نحن نرى في بحثنا أن الإفسادتين وقعتا في الإسلام، وأقمنا أدلة لغوية وسياقية وغيرها على هذا الموضوع، لعله يكون موضوع يعني حلقة قادمة إن شاء الله. القضية الثانية هو يعني سمعت كثيرا تردد من الدكتور بسام حفظه الله لفظ النبوءة بفتح النون، والذي أعرفه أنها بضم النون النبوءة، ولم أجد في المعاجم من قالها بالفتح، فأرجو يعني أن نستفيد من الدكتور في هذا. بارك الله فيك، الله يحفظك. قضية سريعة. أنا أكثر كلامي إذا بتلاحظ عام. لا أنا ظننت إن لأن التركيز على الفتح قلت لا له يعني مرجع أو. لا 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 أنت مرجعي في هذه. سؤالي الأخير سيدي، طبعاً ما تفضل به الدكتور أنا قرأته قديماً وأعدته في بحثنا، أيضاً أعدنا قراءة ما ذكره الدكتور بسام بالتفصيل. بس هو بس جيد إنه في اليوتيوب في ثمان دروس تحت عنوان نظرات في سورة الإسراء بفصل فيها، ويضاف إلها التاسع تحت عنوان وعد الآخرة. إذا ثمان ساعات اللي هي نظرات في سورة الإسراء، ثم الساعة التاسعة وعد الآخرة. يعني أنا قرأت الاستدلالات الذكية جدا، وأنا أقرأ أقول كيف الدكتور بسام استطاع أن يربط كل هذه الخيوط للوصول لمثل هذه النتائج، يعني ربط عجيب جدا. صحيح اعتمد على حساب الجمل وغيرها وهذا ملفت، طبعا هذا في قواعد التفسير يعني لا يعتمد عندنا مثل هذه الحسابات يعني كضوابط صحيح في التفسير. صحيح صحيح، ولكن يعني كان استدلالات ذكية جدا. وخالد عبد الواحد كذلك تعرف استنى يعني بحثه وسفر الحواري وغدا. أولا أنا كنت حريص في عنوان الكتاب اللي صدر في لبنان سنة 1993 أول نص، كنت حريص إنه يكون العنوان إنه هل هو زوال إسرائيل 2022 ميلادي نبوءة أم صدف. حتى صدف على فكرة اللي كاتبها أنا في الكتاب لغة مش قوية، بس أساس هذا اللي بفهمه الناس، أم صدف رقمية. إذا من أول يوم العنوان، ثم في الداخل بتجد أنه بطباعة اللي بسموها البولد العبارة التالية مشان يشوفوها الناس: لا أقول إنها نبوءة ولا أقول إنها ستحصل، ولكن إيش لكن إيش شيء وجدناه نعرضه عليكم، هذه مسؤوليتكم أنتوا. إيش اللي شفتوا؟ إذا شفتوا واقتنعتوا أنا مالي، إذا أنتوا شفتوا واقتنعتوا أنا مالي، هذا واحد. لكن المشكلة إنه كثير من الناس بتعاملوا مع العناوين ويثقوا قطعات ضخمة، يثقوا بدرجة أنا أندهش إنه هم بانيين الأمل 100%. طب شو اللي خلاهم؟ ممكن يكون لأنه أنا شخصي مثلا معروف لديهم من زمان في الفكر الإسلامي والتفسير وكذا، وبيعرفوا كيف بتعامل مع النصوص، فخلص بيبصموا. هاي الإشكالية، إشكالية بجزء لو أجت من عند غيري ممكن الآن، وهذه مشكلة.
لذلك قلت لك صعب يكون الأمر، لأنه هم في منهم مش لا هو قارئ ولا هو شو، ولكن اللي بيقرأوا غالبا بتعصبوا، اللي بيقرأوا تماما خصوصا اللي عقليتهم بتكون مناسبة لهالموضوع. لا احنا مقدمين، اذا كان في الانترنت في اكثر من 27 محاضرة بيشوفوها، هذا غير اللي ممكن ينزل في رمضان كمان خمسة وغيرها. تمام، انا ما متراجع عن تقديم الشيء، ولكن كنت اقول اذا ما حصلش فهذا امر عجيب. ليش؟ لانه وقتها نحتاج الى ان نبين ايش معنى هذا، ايش كل هذا، كيف بيصير، معناته انت بدك تعيد تنظر مشان تفسر. اذا هو العجيب ان لا يحصل، مش العجيب ان يحصل. ولكن وغالبا اذا ما حصلش اللي بيدفع الثمن بسام جرار، ولكن اذا حصل لاحظ اذا حصل سيكون انقلاب في الارض كلها، والدراسات القرآنية راح كثير من الشبهات ومحاولات الغربيين والمستشرقين، وبصير موضوع إقناع الناس بالإسلام وإيمانها هي بتكون، أقول لك هي العالمية الثانية إذا حصلت. طيب ما بيستحقش الأمر المغامرة، نغامر بشخص واحد مع أنه في ناس راح يفتنوا. أما قضية اللي يفتنوا، هذه الفتنة موجودة كل يوم بأشكال وألوان موجودة. ما هو الله سبحانه وتعالى لما قال له إبليس بدي أفتن، قال له روح، أقول لك خليك لآخر شيء ليوم القيامة. فعفكرة هو إبليس شو طلب؟ إبليس ذكي، هو طلب إلى يوم يبعثون. عارفين ليش؟ لكن لم يستجاب له إنه إلى يوم يبعثون، يوم الوقت إلى المعلوم. يوم الوقت المعلوم، إذن وقت معلوم. ليش؟ شو قصده يبعثون؟ إنه ينجو من الصعقة الأولى، لأنه في عندك الصعقة اللي بموت الناس ثم يبعثوا، فلما إلى يوم يبعثون معناته نجي من الصعقة، معناته نجا. لا ليوم الوقت المعلوم، وإحنا بنعلم علامات القيامة تفاصيل إلى آخره. فهون هو أنا في على الإنترنت برضو أنا أعطيت جاوبت عن هذا السؤال، وقلت أيوة إنه، وفي كل محاضرة بقول للناس ديروا بالكم، وإن شاء الله راح أنزل برضو محاضرة من 1994 وكيف واضح فيها تنبيه الناس ديروا بالكم، أنت المسؤول، أنا بعرض عليك وأنت المسؤول، أنت صدقت كان به ما ليش. لكن أنا لا أستطيع أن أكتم ما أرى علم مذهل، وممكن يكون في نتائج كما قلنا إذا حصلت نتائج ضخمة على مستوى إيمان البشرية بالإسلام. نعم الله يحفظكم. الدكتور فاتح تفضل سيدنا. دكتور فاتح افتح الميكروفون. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكر الله لكم دكتورنا وشيخنا أستاذ بسام جرار على ما قدمتم، وطبعا بيننا وبينكم أو لا أقول بيننا وبينكم كانت يعني سجال على حسب كتابي وتعلقت عليه في النت. على كل حال، أي كتاب؟ كتاب الإعجاز العددي في القرآن بين الوهم والحقيقة. أنت كنت شاب وقتها، أنت كنت شاب، عفى الله على عما سلف. كنت طالب ماجستير وقتها. طيب المهم أنا إلي عفى الله عما سلف. كان لي محاضرة قبل شهرين ثلاثة في الجمعية العلمية القرآن إعجاز القرآن والسنة، وكان يعني أحدهم يقول طب أنت هذا كلامك تغير ولا شو القصة؟ قلت لهم لا، هو تغير بعضه وبقي بعضه، إنسان يتغير. لكن أنا بدي أعلق على سؤال إذا بتسمحوا لي، قضية إذا لم تحدث النبوءة ما الذي سيحصل؟ يعني هو هل ذكر القرآن ستزول إسرائيل 2022 صدق الله العظيم؟ هي اجتهادات، وكثير من اجتهادات موجودة. ثم أنا أعتقد إن كانت حساباتكم صحيحة، وأقول إن أقول إذا ممكن تكون بال2022 قد يكون حدث كوني، حجر زاوية، ثم ينتهي بإسرائيل بإذن الله، ستنتهي سنتين سنة عشرة، لكن قد تكون البداية العظيمة التي يبدأ النزول مثل الطلقة لما تبدأ بالنزول
ستكون في هذا الوقت، ما المانع يعني؟ هو أنا بقول إن إذا 2022 حتنتهي من إسرائيل مباشرة معناته حتتعطل التكنولوجيا مرة واحدة. إذا هذا بيخدمنا بصير عن حرب شرالية حرب إيش ما أدري، مهم إنه نبوءتك إذا حدثت حيها لا، ما حدثت هي بدايتها باعتبار ما سيكون حدث عظيم كوني، ما المانع، ما في مشكلة. خاصة إنه الداخل الإسرائيلي الآن مهدد، المنظومة الداخلية متآكلة، فشل تحديد ماهية الدولة إلى الآن، عدم اليقين عندهم بالمستقبل، عدم القدرة على القضاء على الداخل الفلسطيني، قد تكون في هدم إسرائيل هدم ذاتي داخلي. هذا تعليقي. ثم عشان الوقت بدي أن أتكلم الحديث، الآية التي تكلمتم عنها العبادي وعلق عليها أستاذنا الدكتور شكري، أنتم أضللتم عبادي، هذا في سياق الآخرة، لا يشترط أن يكون في سياق الآخرة، ما في الكل تحت العبودية والعباد، قد يكون هذا حتى يتوافق مع المنظومة والنسق القرآني في عباد وعبيد. أخيرا قد عبادا لنا، يعني إحنا لا نجزم، لكن من خلال لفتة القرآن والسياق والسباق واللحاق، قد عبادا لنا يعني موضحة ومؤشرة أنه عبادا له خصوصية محددة، قد هم المسلمون، والله تعالى أعلم، وسامحونا أخذنا على الدقيقة ونص يعني بحكم عذرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم الخير على الجمع المبارك، معيبة من أهل العلم والعلماء، جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. الحقيقة المحاضرات وهذا الأفق الوسيع والواسع في التعامل والفضاء المتسع مع نص القرآن والكلمة القرآنية، وكونك أيضا تقوم بهذا الواجب، هذا كرسي العلماء، هذا بحد ذاته يؤشر على رسالية حقيقة ممتازة ينبغي أن يطلع بها العلماء في كل مكان. ليت علماءنا لهم هذا الكرسي في كل مسجد، حيث ستفتح المساجد إن شاء الله، في كل جامعة، يعلمون الناس وينورون الناس بما في القرآن من بدائع وروائع ولطائف وقطائف وإلى آخره. لكن أنا لربما أتساءل، ماذا إن صدقت النبوءة؟ أنا سأخالف الأسئلة السابقة، ماذا لم تصدق النبوءة؟ للمصيب أجران وبل أجور فيها ما يتعلق بالقضية المباركة، أجور المضاعفات إن شاء الله، ويعذر المجتهد إلى آخره. لكن ماذا إن صدقت النبوءة؟ وأقصد ماذا إن صدقت النبوءة، لا أقصد على المستوى الفردي أن يصبح الشيخ بسام وهو كذلك إن شاء الله ممن يعني لهم الحظوة الكبيرة جدا وقد تصلوا إلى شيء ما، وهذا يخالف السنن المتصل بمعجزة الإسراء والمعراج التي هي أس مهم جدا في فهم قضية الأرض المباركة وفلسطين. وأيضا ماذا لو أن النبوءة تحققت فيما يتصل بمنظومة السنن والنواميس، أي سنن النصر ونواميس النصر في قيام الحضارات أو في كبوها، وهذا ما رسمته سورة الإسراء بمنتهى الدقة المتناهية. وأيضا دعني أتساءل عن المنهجية السننية في التعاطي مع هذا الموضوع، يعني موضوع السنن والنواميس أمر في غاية يعني بالمناسبة ما أود أن أشير إليه أنا بين أساتذتي، من السهولة أن تفتي، لكن أن تجمع بين فقه الشريعة وبين فقه النواميس والسنن، هذه التي برع فيها الجهابذة الكبار من العلماء. لاحظ الآن في موضوع إغلاق المساجد أو فتحها، الأمر من حيث البعد الشرعي في غاية الوضوح، لكن الأمر من غاية أو من جهة وزاوية البعد السناني، إذ يجتمع مع الفقه التشريعي، أمر في غاية الصعوبة والعسر. وبالتالي مثلا دعني أتساءل، الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حيث كان في مكة، دعني أضرب مثلا لتكن سورة البلد مثلا، لا أقسم بهذا البلد، فيها ما يمكن من الإشارات العددية أن يكون فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة،
وأن يكون في اليوم كذا وكذا وكذا، كان الأولى بمن يحصل على هذه النبوءة أو هذا أو هذه الحالة السنانية إنجاز التعبير الخاصة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ ينتظر قيام دولة فيها العالمية للعالم كله والرحمة للعالم كله. أيضا فيما ذكرته يعني أشار أساتذتي، يعني حقيقة يعني أنا لا أحب التكرار في مثل هذا، وإن كنت أنت ذكرت مسألة سنة التكرار، وهذا ملحظ في غاية الخطورة، يعني يحتاج إلى ربما كما ذكر أستاذنا الدكتور الجمل، أنت ذكرت لمحات بحاجة إلى شيء من التوسع والاتساع، لكن موضوع التكرار يعني في حد ذاته سننيا ولغويا وأسلوبيا هناك علامات مهمة جدا في التعامل معها، يعني هذه إشارة. ثم إن ما ذكرته من مسألة الحقيقة وعد الآخرة ووعد الأولى، طبعا هذه لفتة رائعة جدا، وهي أيضا تتفق مع السنن. وبالمناسبة ما ذكرته من هذين الوعدين وما وصف به العباد غاية الأمر في آخر سورة الإسراء يثبت أن عبادا لنا هي منزلة متقدم جدا على عبادي، فيعني الأمر بحاجة إلى ميزان دقيق في التعاطي مع مقدمة السورة ومع آخر السورة. على كل حال يعني حسبنا من فضل الله سبحانه وتعالى أن في الأرض المباركة عالما ولا نزكي على الله يرفع مشاعل النور وشموع الأمل أمام الجماهير التي ربما أصابها الإحباط من مثل هذه النبوءة. نسأل الله أن يحقق على أيديكم الخير. هذه ملحوظات سريعة وأنا تلميذ بين يديكم يا شيخنا. السلام عليكم. الله يحفظكم. الله يبركاته. أكرمك الله دكتورنا. أكرمك الله دكتور أحمد. الأساتذة الكرام من يحب أن يتفضل فالميكروفون معهم. طبعا الدكتور خيري فتح الكاميرا إذا يعني كأنه يستدعي الميكروفون. الله يكرمكم دكتور مجد، جزاك الله خير شيخنا الدكتور بسام على هذا الأداء الجميل، وحقيقة أكثر ما يتميز به الدكتور بسام بساطة الأسلوب وعمق التفكير، وحقيقة هذا كان سبب التأثير الكبير حقيقة في يعني مراتب الناس عامة يسمعه العامة ويسمعه العلماء ويسمعه المفكرون، والكل ينهل من هذا المنهل العذب الجميل الدكتور بسام، فجزاك الله خير على أدائك وعلى ما تطرحه في النظرات حقيقة متجددة دائما في التفسير. لي مداخلة بسيطة، يعني أقول أن من يتتبع يعني أنتهي أو أبدأ مما انتهى به دكتورنا وحبيبنا الدكتور أحمد الرقب، أنه يعني لابد من النظر إلى سنن الله تبارك وتعالى في الكون وخاصة السنن الاجتماعية وسنن الناس. حقيقة ونحن يعني وكلنا يعني على اطلاع في تاريخ القدس والأقصى والأرض المباركة، نجد أن الله تبارك وتعالى لا يسلم الراية لقوم إلا إذا تجهزوا، ولا يزول قوم إلا إذا تجهز قوم بعدهم كانوا أهلا لإدارة المنطقة. الآن كلنا نتحدث عن زوال بني إسرائيل، لكن حقيقة إذا زالت بني إسرائيل فلا بد أن يكون هناك من قد تجهز لحمل الراية، وهذا ما أشارت إليه أو أشار قول الله تبارك وتعالى إليه، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، دخلنا المسجد وحررنا، قال وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن بعد الدخول لابد أن يكون هناك من تمكين لهذه الطائفة المنتصرة أن تزهق كل ما أفسده بنو إسرائيل، ولا يكون هذا أو لا تكون هذه القدرة إلا لأناس قد يعني تمكنوا ويعني تجهزوا سواء فكريا أو اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا بهذا حتى يقودوا أو يحملوا الراية التي تطهر تلك المنطقة. الآن ما أعرف يعني حقيقة وإحنا بنتكلم عن نبوءة 2022 إنه هل فعلا القضية إنه خلاص تزول بني إسرائيل وخلاص بنرجع بحلم الدولة الإسلامية، يعني حقيقة المنطقة غير مهيئة فيما أعلم، وأن الكل مطلع على أنه يعني الفيروس الإسرائيلي المغروس بهذه الدولة المزعومة
له أهداف سياسية بعيدة المدى سواء على مستوى الدولة اليهودية أو على مستوى الامتداد والسيطرة الأمريكية أو البريطانية أو إلى غيرها. فالعلاقة لا تتحدد حقيقة بأنه والله فقط زوال دولة إسرائيل. فأنا ما أود الإشارة إليه أنه من سنن الله تبارك وتعالى لابد أنه حتى تزول هذه الدولة لابد أن يكون هناك أناس مهيئون أشار الله تبارك وتعالى لهم أنهم ليتبروا ما علوا تتبيرا حتى يستلموا الراية راية الإصلاح بعد إفساد بني إسرائيل. فما أعرف هل هذا فعلا يعني يتماشى مع نبوءة زوال إسرائيل في 2022 أم هناك إشكال في هذا الموضوع؟ جزاكم الله خير. نعم، هو إذا كان بارك الله فيك أخي، إذا كان النبوءة أو النبوءة بشكل أستاذي بس تسمح لي فيها النبوءة هاي عشان متعود عليها. مشكلة خطأ دكتور جمال بعددنا. طيب إذا كان صحيحة ما هو يعني هي ظهرت الدراسات 1992 كان باقي لإسرائيل 30 سنة. إذن المسألة ما لهاش علاقة بأماني، لها علاقة بشيء اكتشفناه في القرآن. 30 سنة كان ضايل. لما أقول اليوم للناس أقول لهم إسرائيل تزول 2050 بقول لك بعيدة هاي، فكانت وقتها سنة 1992. هو لو كانت الأمور يمكن أن البشر من خلال مقدمات يتوصلوا لمثل هذا الأمر، شو الداعي للنبوءة؟ إيش الداعي لها؟ فهي تأتي كيف لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان محاط بعشر آلاف من المشركين وضرب الصخرة وأعطيت مفاتح كسرى، أعطيت مفاتح قيصر، كانوا الناس إيش؟ وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فكانت تأتي البشائر بنبوءات قادمة، وأكثر جيل كان لديه مثل هذه النبوءات هم الصحابة، وأكثر جيل كان حيوي ومتحرك وفي له دواء الصحابة. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، والردة كانت على وجهين، ردة عن طاعة الدولة، ولذلك الشاعر إيش قال؟ أطعنا رسول الله 20 حجة فيا لعباد الله ما لأبي بكر. شوف أطعنا رسول الله بيعترف برسالة، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك ويم الله قاصمة الظهر. فإذا هم كأنهم بتصوروا إحنا كنا نطيع الرسول زي ما كانوا يطيعوا إسماعيل عليه السلام، ولكنهم قبائل متفرقة كل قبيلة بتحكمها جماعة. طيب جاء أبو بكر فهمهم رضي الله تعالى عنه أنه دولة هاي. ثم كان عندك ناس ثانيين مش مؤمنين أصلا من زمن الرسول، زي ما بنعتبره مرتد يعني مسيلمة الكذاب أصلا، حتى نعتبره ما كانش مسلم حتى يرتد، ولكن ضمن ما يسمى بالمرتدين. طيب ممتاز، هذه الآلاف المؤلفة المئات الألوف، طب ما هو استخدمهم أبو بكر فيما بعد في فتح بلاد فارس والرومان، وهم فتحوا العالم، هذول تحولوا لمؤمنين خارقين هم نفسهم. إذن التحول اللي ممكن يحصل على فكرة في البشر، طبعا إحنا اليوم الخلفية موجودة، الإيمان العقدي بين الناس بشكل عام الشعوب الآن تحولت بشكل ممتاز زي ما قلنا. لا، فالآن يحصل الحدث يكون التفاعل هائل، الناس جاهزة تتفاعل لما بتشوف الحق. هو احنا ضربنا مثال زي ايش؟ زي مثلا الناس مجتمعين فوضى من اجل مثلا استخراج جواز سفر، متجمعين بالمئات كلهم هذول الفوضى بتمنوا لو يأتي واحد يرتبهم، هم بدهم يكونوا مرتبين، بدهم يحصل كل واحد دوره بعدالة، لكن شايفين فوضى. والناس هون في بلادنا بشكل عام المسلمين هم ينتظروا القائد القدوة ووقتها كله، ثم دائما بعد نصر على فكرة الناس تتحول تحول هائل. القرآن الكريم لما تحدث عن المنافقين ما ننسى أنه دعا المنافقين للإيمان ورغبهم،
قال لهم تعالوا بغفر لكم، تمام؟ لأنه هذول كلهم ذابوا النفاق اللي كان منتشر في المدينة والأعراب وما حول المدينة. هذول كلهم ذابوا لما شافوا نصر الإسلام، حتى نصر الإسلام وإنه هو فعلا مش بس دين الحق ودين القوة، تمام؟ والناس الناس عندنا لا مهيئة أكثر. في زمن صلاح الدين، في زمن صلاح الدين كان مشهور ومعروف في التاريخ، عندما يموت سلطان يخرج ويعرف الناس أنه مات السلطان، يخرج الناس كل الناس لنهب الأسواق ويعتبروه حق ويعتبروه تقليد، تنهب الأسواق. لما مات صلاح الدين خافوا ويعلنوا، يعني ترددوا في الإعلان لأنه عارفين أنه راح تنهب الأسواق، مات في دمشق هو رضي الله تعالى عنه. فلما أعلن عن وفاته كانت المفاجأة لم ينهب محل واحد. ليش؟ إذن هو يعني مين قال إنه الناس كان في زمانه الصلاح المطلوب اليوم اللي بتطلبه أنت اليوم؟ لا، لكن هو لأنه جاء القائد القدوة وجاهد، وعبر الجهاد خلقت الناس الصح، عبر الجهاد وعبر الحركة وقتها وجدنا الناس ناقلها صلاح الدين على مستويات مختلفة، لم ينهب سوق واحد. اليوم إذا لو حصل، وما أظن أنه حصل الربيع العربي وتحولت الشعوب لمقاتلة بشكل خارق، تجدهم بقاتلوا دول عظمى والسماء مكشوفة، هذا بالمنطق العسكري سماء مكشوفة أنت منتهي يعني، لكن شفنا منهم شيء خارق وصنعوا من خلال هذه الحركة، سواء كان في سوريا في العراق يصنعوا في اليمن يصنعوا في وشعوب حتى اللي ما مارست عم بتشوف بعينيها، يصنعوا في ليبيا ويصنعوا في كل مكان. هذا مش صدفة جاء قبل سنين قليلة من الحدث المتوقع، هذا ما صدفة إنهم اليهود مش قادرين لأول مرة إنهم يتفاهموا حتى اليمين مع بعضه، اليمين معادي لبعضه إلى درجة مش قادرين يتفقوا، إلى درجة إنه اليمين حتى الإسرائيلي بيطلب من العرب إنه يكون هو زي ما بسموها بيضة القبان. هذا شيء عجيب. هذا طب هذا يجي صدفة قبل الحدث بشوية. إذن في متغيرات كثيرة، ثم تبدأ دول إسلامية تظهر بقوة مفاجئة. إيش هذا اللي بصير؟ إحنا في متغيرات كثيرة، والشعوب مش فقط هي لازم تكون جاهزة 100% بمقياسنا إحنا مقياس الذهبي، لا، هي تصنع أيضا بالجهاد، يعني هي تصنع بالجهاد ثم تصنع بالانتصارات. لما تصير الانتصارات بتجد الناس راح تفاجئك. ثم يعني أنا أذكر في فلسطين بيقولوا إنه في الخمسينات وبداية الستينات كان اللي بيكتسح الساحة المدارس والأساتذة والمدراء حزب البعث في فلسطين، الآن لا وجود له. ليش؟ حركة الناس وهنا هزيمة وهنا نصر وهنا كذا بتغير كله أفكار الناس. بال67 غيرت أفكار المسلمين بشكل جذري، نقلتهم نقلة هائلة في اتجاه الصح، واللي بيحصل الآن من خيانات وتطبيع وغير برضو بتغير وتنقل صح. حتى بعض الناس لما في مصر لو اللي الانقلاب اللي حصل في مصر لو ما حصلش كان ما اتضحت الصورة أمام الناس على مستوى أحزاب جماعات شخصيات أفكار كثير تغيرت الناس. طب ما هو هذا هو المطلوب، إنك تجمع الأمة على فكرة صح ويكون وضوح، وهذا عم بيحصل من خلال المعاناة والتجربة. وبالتالي مسألة حتى السنن الآن عم تيجي بالضبط بالضبط، بس الآن بدك من يقود موثوق، الناس مستعد أن تضحي بشكل خارق مش موجود ولا في أي أمة. وإحنا بنشوف الخوارق اللي عم بتصير سواء كانت في فلسطين طول المدة هاي والناس تقبل على الاستشهاد، أو الآن بنشوفها أيضا في بلاد إسلامية كنا نظن أنه نايمة الشعوب، كنا نظن وكانت تشحن، فلما انفجرت اكتشفنا أنها هي فاهمة وتريد الحق. إذن هي هذا هو باختصار. شيخ بسام جزاك الله خيرا سيدي، حقيقة نحن يعني احتراما لوقتك ولوقت الجميع، الآن بقي 30 ثانية وينتهي موعد اللقاء، لكن
أنا طبعا لا أريد أن نزيد الوقت وأفتح الباب للمشورة أن نزيد أو لا نزيد، نبقى ملتزمين، لكن يعني في ثواني قليلة، إذا كانت هناك كلمة من أحد الأساتذة ممن لم يتكلموا في 10 ثواني. أستاذ منصور تفضل سيدي أبو زينة، افتح الميكروفون، افتح الميكروفون، خلصت الخمس ثواني سيدي. يا سيدي هكذا الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كنت ملتزما باجتماع آخر محدد ومرتب مسبقا فدخلت متأخرا، وأثرت أن أكون مستمعا بصحبة مشايخي وأساتذتي وزملائي الأفاضل إخوة العلم والإيمان والتخصص. لكن ما تفضل بشرح الشيخ بسام أخيرا في هذه الثواني بالنسبة إلي جعل قضية النبوءة بضم النون حلوة أوي أوي، يعني هي لا تخالف ما أظنه وما يظنه كثيرون منا، هو زوال إسرائيل أمر قطع لنا، فإذا امتدت انمطت النبوءة بأنها قد يكون لها مقدمات وانحصارات ومعقبات ومتممات، وهذا شيء نتفق عليه جميعا. أنا بديش أخذ الوقت، بارك الله فيكم. بارك الله فيك، الله يحفظكم. الله يكرمك. أكرمك الله، أكرمك الله. الأساتذة الكرام، يعني إن شاء أحدكم أن يتفضل معك كمان 5 ثواني. طيب اسمحوا لي إذن أن أختم اللقاء بشكركم وباسمكم وباسم منتدى الدراسات القرآنية في مركز دراسات القدس والعالم الإسلامي أن نشكر شيخ بسام جرار على هذه الإفاضة المباركة، وأختم بقول الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا جاءت على بعد هذا الفعل الماضي الناقص، وقلوبهم بأسهم شديد. نعم، بأسهم بينهم شديد تحسبهم بالضبط جميعا وقلوبهم بالضبط. الحقيقة أنا أريد فكرتنا كانت من هذا المنتدى المبارك أن نضرب على وتري قلوبهم شتى المجتمع الإسرائيلي الصهيوني الآن، كما أفاض الدكتور بسام يضرب مجتمعنا في الداخل ليشتته وليفككه ليسهل عليه أن يبتلع قطاعات كثيرة منهم بين الأسرلة والتذويب أو التهجير والطرد والترانسفير. والحقيقة أن الحديد بالحديد يفلح، وأعتقد أننا نملك أدوات قوة في أننا يمكن أن نضرب على أوتار تفرق المجتمع الصهيوني. المجتمع الصهيوني متفرق في نفسه، القرآن نص على هذا، القرآن أكد هذا، قلوبهم شتى. فلو استطاع المفكرون الإسلاميون المشايخ بإعادة قراءة النص القرآني وبالاستعانة بأهلنا في الداخل المتابعون والممارسون للعلاقة مع الكيان الصهيوني، فعلا أين نقاط الضعف في هذا المجتمع الصهيوني لنضرب عليه من تحت الطاولة ومن فوق الطاولة بكل الوسائل الممكنة؟ كيف يمكن فعلا أن نحقق معنا قول الله عز وجل وقلوبهم شتى لتكون، لأنه حقيقة المجتمع الكيان الصهيوني أعتقد أن انكساره من داخله سيكون أسرع وأقرب لتحقيق نصر الأمة، لأنه الأمة في خارجنا في محيط فلسطين في غاية الضعف والوهن الآن. فإذا استطعنا أن نحرك هذه المطارق الدقيقة على أوتار بين المكونات الصهيونية الضعيفة المشتتة، أظن سيكون هناك ثمار قريبة وعاجلة، ولعلها أن تكون نبوءة الشيخ ونبوءة الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه وكثيرون ممن ساروا على هذا الطريق أن نرى بوادرها قريبا بإذن الله عز وجل. الشكر الموصول لكم أساتذة الكرام، أسأل الله أن يتم عليكم وأن يزيدكم من فضله وأن يستعملكم في طاعته وأن يجعلكم رافعين للواء القرآن الكريم حملة لكتاب ربنا.